واحد بيقول ذكر في الكتاب المقدس ان الصوم هو الامتناع عن الطعام، ولكن من اين اتى لنا نوع الصوم وهو الامتناع عن الاكل الحيواني؟ دي انا شرحها كويس جدا في كتاب روحانية الصوم، ما فيش داعي ان انا اكرر الكلام. تقرا الكتاب ده، ان ما لقيتوش اديك نسخه منه، وان قريته ومحتاج لاسئله ايضاحيه ابقى اقول علما بالاتي. يعني ان ربنا اول ما خلق الانسان لم يسمح له باكل الاطعمه الحيوانيه اطلاقا، بل كما ورد في سفر التكوين الاصحاح الواحد الاول، كان الانسان ياكل من ثمار الارض، وبعد السقوط في الخطيه سمح له ان ياكل ايضا من عشب الارض، ولم يسمح باكل اللحوم الا بعد فلك نوح في الاصحاح التاسع من سفر التكوين، بعد ما راس الفلك في الاصحاح الثاني. فقال كل دابة حية تكون لكم طعاما ولكن لحما بدمه لا تأكلوه، يعني صرح له بأكل اللحوم ما عدا اللحم اللي فيه دم، يعني ما يجيش واحد ياخد حتة كبدة بدمها يروح وكلها ويقول زيح على اسم المسيح، لا ما يقدرش يقول الكلام. ممنوع اكل الدم، واكل الدم ايضا ممنوع في سفر اللاويين الصح 17، فالانسان ما يكلش حاجة بدمه، ما يكلش حاجة بدمه. لكن من اول الخليقة لغاية فلك نوح ما كانش فيه اكل لحوم اطلاقا، وكان كله أكل نباتي. وبرضه في البرية لما ربنا أخذ الشعب في البرية جاب لهم في الأول المن، والمن كان طعام نباتي زي قطاية الزيت كده. ولما تمردوا قالوا نحب ناكل لحم، ادعهم السلوى الطعام الحيوان، ومعاها عقوبة ايضا، وضرب عدد كبير من الناس ودفنوا في مكان سموه قبروت التأوى، اي قبور الشهوة، لان هناك اشتهوا لحم. فيعني من شواهد كثيرة في الكتاب المقدس هتلاقي حكاية الطعام النباتي، ولكن لأن الناس محتاجين إلى بروتين حيواني فالكنيسة سمحت لهم في بعض الصيامات اللي هي من الدرجة الثانية مش من الدرجة الأولى بأنهم يأكلوا سمك، والسمك لحوم طبعا. ونقصد بالصيامات اللي في الدرجة الأولى التي يمنع فيها أكل السمك الأربعين المقدسة وأسبوع الآلام والأربعاء والجمعة، وناس كتير بيضموا ليها صيام يونان لأنه حاجة بسيطة. فأنت تأكل نباتي كويس.